خود اشرب شاي بتكون برديت. يسلموا اخي. احكي لي لشوف يا اخي، شو صار من طقطق للسلام عليكم؟ يا اخي ما في شيء لحتى اقوله. كيف ما في مراد؟ ولك اطلع على حالتك، شلون ما في؟ ليك اذا خايف انه مصطفى يعصب عليك ما تخاف، مو نحن اللي لازم تخاف منا، نحن عائلة منحط ايد بايد وبإذن الله منطلع من اي مصيبة. بس انت احكي لي كل شيء. لما رحت على اسطنبول وقتها مرجاني كانت عطيتني العنوان، وانا لقيت مكان بيتها يلي هي ساكنة فيه، ولقيت مكان شغلة وغيره، بس اكيد ما رحت لعندها دغري. أنا كنت عم راقبها من بعيد لبعيد، من بيتها لشغلة ومن شغلة لبيتها، كنت مثل الأجدب مفكر رح أكمش عليها شي. طبعاً كنت راكد بدك تعرف إذا عم تشوف حدا ولا لا، هيك شي. إيه القصة ما وقفت هون، شفت ما في حدا وتأملت. مرق له كم يوم بعدين رحت لعندها، لما شافتني تفاجأت كتير وصدتني. قدرت أقنعها تشرب معي قهوة بس بطلوع الروح. وشو قالت لك؟ سألتها ليش هربت من العرس؟ ايه سألتها وما قالت لي شي. سألتها ألف مرة، غرغرت الدمعة بعيونها بس ما حكت شي أبدا. صرخت ترجيتها كتير، عبس ما نطقت بكلمة. الله يهدي بالك. في مرة اجت ملك وقالت لي امي كانت نايمة قمت رحت بستها، بس ما عم بقدر اتذكر امتى اخر مرة بستها فيها وبكيت. انتي ما وعدتي ملك ما بقى رح تاخدي من هالدواء؟ بس اذا ما باخد الدواء بتفكروني مجنونة، مو مزبوط؟ امي هالحكي هاد مو ضروري، ما بيهم ابدا. اصحي بقى يا امي، مو كرمالي او كرمالك، بس كرمالها لملك على القليله. انا هون كرمالها، كرمالكن انتو التنتين. لو سمحتي خلينا نتعاون. مره ملك قالت لي ماما ارجعي لي. معناها ارجعي لها. انا ماني مريضه. ما بيهم ابدا، كوني قوية، كوني أمنا. إذا بدك كوني أم مجنونة، بس حاولي تكوني أم. وبعدين؟ عم تقلي وبعدين؟ ما في بعدين أخي، ما كان بدي أرجع أبداً. قلت لازم بعد من هون وأهرب برا البلد. يعني كنت رح تتركنا ما هيك؟ أنا ماني بوعي هالفترة، كنت نازل بأوتيل رخيص حتى ما يخلصوا مصاريي. ولك ليش ما قلت لي؟ ما كان فيك تعملي تليفون تقلي ما ضل معي مصاري بعتلي؟ بس مو هي مشكلتي أخي، خليني كملك. بالأوتيل اللي كنت نازل فيه تعرفت على واحد، قال لي إنه هن شبكة بيسفروا الناس برات البلد. قلت هاي هي فرصتي وطلبت منه يسفرني. قام طلب مني 5000 دولار، ولما قلت له ما معي هالمبلغ قال لي لكن بتساعدنا بالشغل شوي وهيك ما بتدفع شي نهائيا. بيدبر لك سفرة مقابل خدماتك وانت طاوعته. الله يسامحك. ولك شلون ورطت حالك بهي الورطة؟ والله هذا اللي صار. ايه